كشف سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بأن الوزارة تستعد لافتتاح الجسر السفلي لتقاطع ألبة الذي يصل بين شارع الاستقلال وشارع الملك حمد تزامنا مع احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا على أن المشروع يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في البحرين، وسترفع من أدائها في هذه المنطقة المكتظة بالأنشطة الصناعية والتجارية والمشاريع الإسكانية ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وعبر الزيارة اطلع سعادته على عرض تفصيلي لما وصل إليه المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية 85%، ويجري حاليا استكمال أعمال إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، كما تعمل الوزارة حاليا على توسعة شارع الملك حمد وشارع الاستقلال ضمن أعمال المشروع، وقد بلغت نسبة الإنجاز ككل لأعمال الطرق ما يقارب 80%، كما بلغت نسبة الإنجاز بإنشاء الجسور العلوية ككل في المشروع ما يقارب 98%. كما أعلن المهندس خلف عن البدء قريبا في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان، بإضافة مسار رابع للمتجهين إلى المنامة والمحرق في الجزء المحصور من تقاطع جسر مدينة عيسى إلى تقاطع خارطة البحرين باتجاه الشرق. وكشف سعادته عن بدء الوزارة بتنفيذ مشروع توسعة شارع الشيخ زايد قبل نهاية العام الحالي، وتوسعة شارع سلمباد الخارجي إلى 3 مسارات في كل اتجاه، مع إزالة الدوارات واستبدالها بإشارات ضوئية.